حصريا. في كلية التجارة بدأ يوني الشلبي يتعرف على مسرح الجامعة. هم اللي كانوا حاطيني في الحساسة في البساس. يلا الاحتمالية هتطلع لبره. كان يوني الشلبي متعته الوحيدة في الحياة انه يلعب طاولة. انا كده سحلان منك. مال ايه التلاتة الحزانة دول؟ اخوات دول؟ كنت حريص ان اعرف جزء من انسانيات يوني الشلبي. بس المرة دي بقى لازم يكون دور متكلم. يعني المرة اللي فاتت رحت طول اليوم اتضرب وما اتكلمت. قول كده قول يا مرسل احسن حد بس. ولعلمك مفيش خروج غير باذنك. فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اجعل يومنا نادي وارزقنا بكام فرد التوجه حلوين كريم يا رب. تشاهدونه في الاوقات التاليه.